الثامنة صباحا بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأخبار وإلى العناوين. مع تأجيل سريان الهدنة، الاحتلال يكثف عدوانه الوحشي على مختلف مناطق القطاع، وارتقاء عشرات الشهداء بغارات استهدفت المدنيين في دير البلح وجباليا. مقاومو الضفة يتصدون لاقتحامات الاحتلال الواسعة بالرصاص والعبوات، وارتقاء شهيد في مخيم بلاطة. قصد فوصل، وإذا كنت أعتب فإنه فلأنه سبقني. ارتقاء 5 شهداء للمقاومة الإسلامية في لبنان، بينهم نجل رئيس كتلة حزب الله النيابية، واستهداف مواقع الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف جنوب فلسطين بالمسيرات، والقيادة الأمريكية تعلن اعتراض عدد منها، والمقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية في مطار أربيل. وزير الخارجية الإيراني يحذر عبر الميادين من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب، ويدعو واشنطن إلى تغيير مسارها تجاه إسرائيل قبل فوات الأوان. الميادين تودع شهيديها على طريق القدس، فرح عمر وربيع معماري، والخارجية اللبنانية تتقدم بالشكوى أمام مجلس الأمن عقب جريمة إسرائيل المتعمدة. أهلا بكم. في اليوم 48 للعدوان على غزة، كثف الاحتلال بشكل وحشي غاراته على القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء في ليلة وصفها مراسلنا بأنها الأعنف منذ بدء العدوان. هذا في وقت استمرت فيه عمليات المقاومة ضد المستوطنات المحيطة بالقطاع، حيث دوت صباح اليوم صفارة الإنذار. والله صامدين وبحمد ربنا غير نضل صامدين. أعلنت وزارة الخارجية القطرية قبل قليل أن المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن الإعلان عن موعد بدئها سيكون خلال الساعات المقبلة. وقبيل هذه الهدنة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، حيث ارتقى في الساعات القليلة الماضية العديد من الشهداء باعتداءات جوية وبحرية وبرية على مناطق مختلفة في القطاع، ولا سيما دير البلح والمغازي والبريج في الوسط، وفي شارع الهوجة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة. كما استهدفت قوات الاحتلال مخيم النصيرات وغرب خان يونس وشمالها، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية للمدينة. وردا على الاعتداءات الإسرائيلية، استهدفت المقاومة المستوطنات وتل أبيب بالصواريخ، فيما تصدت للتقدم الإسرائيلي في محاور التوغل. وقد اعترف الاحتلال بمقتل قائد فرقة في جولاني خلال معارك شمالي قطاع غزة. كتاب القسام عرضت مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور مدينة غزة. بسم الله. اضرب. اهو اكبر.
أكبر. ولمزيد من التفاصيل حول مجمل الأوضاع في قطاع غزة ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين أكرم دلول وكذلك من شمال قطاع مراسلنا محمود الأوضية. وأبدأ معك أكرم، بداية يعطيكم العافية وصباح الخير. لو تضعنا في صورة مجمل التطورات الميدانية حيث تتواجدون وتحديدا في جنوب القطاع، تفضل. أهلا بك أحمد وصباح الخير لك ولكافة المشاهدين. وكأننا أمام الليلة الأولى من هذا العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة. حقيقة كانت ليلة من الليالي يعني الصعبة والقاسية على أهالي قطاع غزة في كل المناطق دون استثناء، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن الغارات الإسرائيلية تكثفت على كل محافظات وأحياء قطاع غزة بشكل هستيري وجنوني. نكاد يعني لا نتحدث عن منطقة إلا وتعرضت قصف إسرائيلي، وتحديدا هذه المرة دعني أشير إلى وسط وجنوب القطاع في مخيم النصيرات والبريج وأيضا المغازي وبلدة الزوايدة ودير البلح وأيضا منطقة المصدر، بالإضافة إلى خان يونس جنوب القطاع ورفح. هناك عشرات الغارات الإسرائيلية نفذت على مدار الساعات الماضية، استهدفت منازل وأحياء سكنية منها عمارات وبنايات مكونة من عدد كبير من الطوابق، وهو أمر أدى إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين من النساء والأطفال وكذلك الرجال. الآن سيارات الإسعاف تتحرك حتى اللحظة في كل مكان في محاولة للوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من ناجين، مع العلم أن هناك عديد البنايات تم تسويتها بالأرض على رؤوس السكان، وبالتالي بمعظم هذه الحالات عادة ما يكون هؤلاء هم من بين الضحايا والشهداء الفلسطينيين. عشرات الشهداء بالفعل وصلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. وأيضا الجديد أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال مناطق يعني أكثر عمقا في وسط قطاع غزة. القذائف ما زالت حتى اللحظة تنهال على المنازل السكنية وتقترب أكثر فأكثر من شارع صلاح الدين الذي يقع في المنطقة يعني الوسطى. وبالتالي هناك يعني على مدار اللحظة مزيد من الغارات إلى جانب هذا القصف المدفعي الإسرائيلي. كذلك في مدينة غزة حسب ما تردنا من أنباء القصف كان بشكل هستيري على حي الزيتون والشجاعية، بالإضافة إلى منطقة تل الهوى. وهناك يعني أحاديث عن عدم تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى هذه المناطق التي تتعرض حتى اللحظة لهذا القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف. وبالمناسبة أحمد، نحن نستطيع أن نقول أن هناك يعني دبابات إسرائيلية قد وصلت إلى مشارف صلاح الدين أو شارع صلاح الدين في حي الزيتون تحديدا في منطقة المستوصف، وبالتالي هناك يعني مواجهات واشتباكات ضارية بحسب المعلومات مع المقاومة الفلسطينية التي أعلنت عن تدمير عدة آليات عسكرية في هذه المنطقة. بقي الإشارة سريعا إلى أن هناك معطيات تشير إلى اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مشفى الشفاء، بالإضافة إلى الدكتور مروان أبو سعدة وهو مدير قسم جراحة الباطنة في مستشفى الشفاء. هذان الطبيبان ظلا محاصران إلى جانب المئات والآلاف طبعا من الجرحى والمصابين والنازحين في مستشفى الشفاء، ودفعوا قصرا يعني اللجوء لوسط قطاع غزة لكن على طريق صلاح الدين، وهم كانوا بالمناسبة ضمن قافلة من الجرحى والمصابين. تم اعتقالهما وفق الأنباء التي وردت إلينا، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الجرحى الذين كانوا ضمن هذه القافلة. وهذا يعكس مدى الجرم الإسرائيلي تحديدا على هذا الحاجز الذي أقيم على شارع صلاح الدين والذي تحول إلى سكنة عسكرية. طب أكرم، ماذا عن باقي محاور المعارك والقتال في شمال غرب مدينة غزة وجنوب غرب؟ يعني أنت تحدثت عن محور حي الزيتون، وصلت دبابات إلى شارع المستوصف، بمعنى أنا بمحاذاة الآن شارع صلاح الدين وتبعد عنه أمتار قليلة، ولكن ماذا عن باقي محاور التوغل الإسرائيلي؟
المحاور بالتأكيد يعني ما زالت تشتعل فيها المواجهات والاشتباكات أحمد، تأخذ شاكلة الكر والفر بين اللحظة والأخرى تتجدد وتشتد، ومن ثم تبدأ يعني تهدأ، لكن المقاومة تقول إنها خاضت اشتباكات ضارية مع الاحتلال في منطقة حي الشيخ رضوان وكذلك مشارف مخيم الشاطئ، بالإضافة إلى محيط مربع مجمع الشفاء الطبي وأيضا المنطقة الواقعة في الشيخ عجلين وتل الهوى. كل هذه المناطق هي مناطق ساخنة، بالإضافة إلى الشمال الشرقي من بلدة بيت حانون حيث تتجدد الاشتباكات والمواجهات. ودعني أيضا أتطرق لما جرى الليلة الماضية تحديدا شرق مدينة خان يونس. هناك كانت محاولة إسرائيلية للتقدم ببعض الآليات العسكرية، وتصدت المقاومة الفلسطينية لهذه المحاولة التي يعني تعتبر واحدة من المحاولات الإسرائيلية شبه اليومية للتقدم باتجاه المناطق الشرقية لخزاعة وبني سهيلة، وبالتالي المقاومة على ما يبدو أفشلت هذا التقدم الإسرائيلي في هذه المنطقة. حقيقة يعني كانت هناك اشتباكات، ومن وسط قطاع غزة كنا نستمع لأصوات هذه الاشتباكات التي تدخلت فيها مروحيات تتبع لجيش الاحتلال وأطلقت زخات ويعني نيران رشاشات ثقيلة باتجاه الأراضي الزراعية وكذلك منازل المواطنين. شكرا جزيلا لك مراسل المدين من قطاع غزة أكرم دلول على كل هذه المعلومات والتفاصيل. ونبقى أيضا في قطاع غزة ولكن مع مراسلنا محمود العواضية من شمال القطاع. مرحبا بك محمود وصباح الخير. ماذا عن صورة التطورات الميدانية في شمال القطاع، جباليا، مستشفى الاندونيسي ومحيطها؟ نعم أحمد، بالتأكيد يعني أبدأ من حيث بدأ أكرم بأن الليلة هي كانت ليلة ساخنة في شمال قطاع غزة، هذه الليلة التي كانت تشتد فيها أصوات الانفجارات وأصوات الاشتباكات الناجمة عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة التقدم في المحور الشمالي الغربي، لا سيما في منطقة بيت لاهيا ومنطقة أيضا تواجد وتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في مربع مستشفى الأندونيسي، تحديدا أمام قسم الكلى التابع للمستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة، وأيضا تمركز القناصة في مناطق متفرقة بالقرب من المستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة، لا سيما اعتلاء القناصة لمناطق قريبة من أبراج الشيخ زايد وأبراج إسكان الشباب. هذه المناطق التي بحسب شهود العيان ما زالت حتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من يومين منذ بدء محاصرة المستشفى الأندونيسي وقناصة الاحتلال الإسرائيلي وطائرات الكواد كوبتر تحاصر المكان وتطلق النار على كل من يتحرك في هذا المكان. بالأمس استهدفت قوات الاحتلال النازحين في مدرسة بالقرب من المستشفى الأندونيسي، لا زال فيها النازحون متواجدون حتى هذه اللحظة. أيضا استشهاد رجل وزوجته بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي والقناصة تحديدا بإطلاق الرصاص عليهم، وتم استشهادهم. أيضا بالأمس ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجازر أحمد في شمال قطاع غزة، لا سيما استهدافها في مناطق مشروع بيت لاهيا ومنطقة الهوجة ومنطقة معسكر جباليا، تحديدا منطقة الباني، وأيضا اشتباكات كانت مستمرة في منطقة مربع مسجد الزواري، تحديدا في منطقة بيت لاهيا على مشارف منطقة مشروع بيت لاهيا. اشتباكات استمرت لساعات طويلة وطوال الليل وحتى الصباح. أيضا قيام قوات الاحتلال بمسح مربع كامل وهو الحي الذي نسكن ونتواجد فيه، هو على مقربة وعلى مشارف مستشفى الشهيد كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا، تم نسفه بالكامل من قبل مدفعية الاحتلال والقنابل الدخانية وصواريخ F-16. يعني تريدنا أحمد أتطرق إلى وضع مستشفيات شمال قطاع غزة؟ نعم. تريدنا شهادات مروعة هنا في شمال قطاع غزة، خاصة ممن استطاعوا الخروج من المستشفى الأندونيسي سواء كانوا مرضى أو جرحى وخرجوا بأعجوبة تحت إطلاق الرصاص ومدفعية الاحتلال وطائرات الكواد كوبتر التي تطلق الرصاص باستمرار. هناك بعض المرضى الذين قابلناهم في معسكر جباليا وهم خرجوا زحفا على الأقدام من مستشفى الأندونيسي، يتحدثون عن أوضاع مزرية، يتحدثون عن جرحى تعفنت جراحهم، يتحدثون عن عدم وجود أطباء كفاية داخل المستشفى، يتحدثون عن عدم وجود
وجود عمليات جراحية، يعني أي أحد مفتوح جرحه وينزف دما بالتالي هو ينتظر أن يتم استشهاده ويفارق الحياة نتيجة عدم وجود أطباء. حتى لو وجد أطباء ويتحدثون عن وجود 2 فقط من الأطباء في كل مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ولا طبعا هناك مقدرة للتعامل مع هؤلاء الجرحى نتيجة عدم وجود دم في بنك الدم الخاص بالمستشفى الأندونيسي، أو عدم وجود أي مقومات للعمل الجراحي. قصف الاحتلال الإسرائيلي الطابق الثاني من المستشفى، وما زالت أشلاء الشهداء متواجدة في الطابق الثاني في المستشفى حتى هذه اللحظة. حديث أيضا حسب ما تحدثت وزارة الصحة بأن الاحتلال الإسرائيلي أيضا اعتقل 10 من الجرحى بالأمس، بعدما طبعا اعتقل 30 وأفرج عن 20، وتم اعتقال 10 منهم. نتحدث عن دخول القوات الخاصة أيضا بحسب شهود عيان إلى المستشفى الأندونيسي، واختطفوا أشلاء الشهداء المجهولي الهوية واقتادوهم إلى جهات مجهولة. يعني بالتالي الاحتلال الإسرائيلي أيضا هناك صعوبة في التواصل أو الوصول إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان، وهي المستشفى الوحيد الذي يعمل بإمكانيات صعبة ومحاصرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي الهلال الأحمر هنا في معسكر جباليا أقام نقطة علاج ميداني في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. أيضا مستشفى اليمن السعيد تحاول بشتى الوسائل أن تسعف بعض الجرحى أو المرضى الذين يصلون إليها، بالرغم من الصعوبة في العلاج لدى تلك المستشفيات أو العيادات الخاصة. بالأمس أيضا، وهذه كارثة جديدة أحمد، الاحتلال الإسرائيلي استهدف مقر الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أمامه، استهدف منزل بالكامل واستشهاد 5 بينهم 3 من عناصر الدفاع المدني، وتعطل الكباش أو الجرافة وهي الأكبر في شمال قطاع غزة وتعطلها عن العمل، وبالتالي أيضا تعطل باجر وهو الباجر الوحيد أيضا الذي يعمل في شمال قطاع غزة تم استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى 3 إسعافات تم تضررها بشكل كامل جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي. فبالتالي كما حدثنا هنا محافظ الدفاع المدني شمال قطاع غزة بأن ما يعمل هو فقط جرافة واحدة في كل مناطق شمال قطاع غزة. ما زال الاحتلال الإسرائيلي أحمد حتى صبيحة هذا اليوم نؤكد يستهدف العديد من المنازل والمربعات السكنية. نعم محمود. سواء في مربع مجمع الخلفاء الراشدين أو في معسكر جبالي أو في مناطق بيت لاهيا ومشروعها أيضا أحمد. شكرا جزيلا لك محمود العوضية مراسل المدينة، كنت معنا من شمال قطاع غزة على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مشهد تكدس جثامين الشهداء في مستشفيات القطاع بات مألوفا على مدار الساعة في ظل حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل، حرب لم تعد المقابر قادرة فيها على استيعاب أعداد الضحايا الكبيرة. مراسل المدينة أكرم دلول كان قد أعد التقرير التالي. صباح جديد ودام على أهالي غزة في ظل العدوان الإسرائيلي، هذه هي الصورة التي يستفيق عليها الناس في كل يوم أمام آلة البطش الإسرائيلية التي ما زالت تقتل الأبرياء نساء كانوا أو رجالا أو شيوخا أو أطفالا. هذا التكدس لأعداد الشهداء ينم عن وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بحيث أن ثلاجات الموتى لم تعد تستطع أن تحتمل هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء المدنيين. في كل مكان كما نلحظ يتوزع هؤلاء الشهداء، وبالتأكيد هناك حزن كبير يخيم مع كل يوم لدى هذه العائلات التي تسأل بأي ذنب يقتل أطفالها على مرأى العالم أجمع. جميعنا ننادى يوم القيامة بأسماء أمهاتنا، وهو في الحياة في الدنيا نادى باسم أمه، ويدفن اليوم باسم أمه، ابن أسماء أبو عمره، اسمه يحيى، اسم لم يدون ولم يحصل على لقبه ويسجل في قبره، أبسط حق. سيد عوضكم الله خيرا، ربنا يعوضكم خير. وبالتأكيد يعني هذا الاحتلال ما زال يرتكب المجازر على مرأى العالم، وهذا هو المشهد على الشق الآخر من المستشفى. وبالتأكيد هذه المشاهد تلخص حال كل مشافي قطاع غزة التي يستفيق فيها الناس على هذه المجازر والجرائم الإسرائيلية. وبالمناسبة عدد كبير من هؤلاء الشهداء لا يوجد لهم متسع حتى في المقابر، وهذا المشهد بالتأكيد يلخص طبيعة الحال في غزة، هذا الحال الذي ما زال يعيش هؤلاء ويكتوون بناره على مرأى العالم الذي ينظر إلى معاناتهم ومآسيهم والمجازر التي ترتكب بحقهم من دون
أن يحرك ساكنا. أكرم دلول، غزة، الميادين. في المقابل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته ستواصل العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالقضاء على حماس وإعادة كل المخطوفين بعد الانتهاء من الصفقة على حد تعبيره. المخطط الذي تم الاتفاق عليه لن يشمل إطلاق سراح القتلة، بل يشمل ممثلي الصليب الأحمر وزيارات فرقه للرهائن وإعطائهم الأدوية. هذا هو الجزء الدقيق من الاتفاقية. سيتم السماح للصليب الأحمر بزيارة بقية الرهائن وتزويدهم بالأدوية اللازمة، وأتوقع أن يقوم الصليب الأحمر بعمله. قالت وسائل الأمن الإسرائيلية نقلا عن البيت الأبيض أن صفقة تبادل الأسرى اتفق عليها، والتأخير سببه أن الطرفان يعملان على تفاصيل لوجستية أخيرة فقط. وأضافت أنه في الأساس فيما يتعلق بتنفيذ اليوم الأول من الصفقة، الهدف الأساسي هو ضمان عودة الأسرى إلى ديارهم بأمان، ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ الصفقة صباح غد الجمعة. أوضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان للميادين أن إطلاق الأسرى سيجري بتراتبية سنوات الاعتقال، وأنه في كل يوم ستقدم الأسماء التي سيجري الإفراج عنها في اليوم التالي. وأضاف حمدان أن إخلال العدو بما يرضي المقاومة سيكون له تبعات لاحقا. هذا العدو إذا لم ينفذ أو لا يمكن أن يقبل إلا تحت الضغط، ولا يمكن أن ينفذ إلا تحت الضغط. الآن هذه الأسماء ستقدم، هذا يعني الموافقة عليها، ثم يجري الإفراج عنها في اليوم الذي يلي. ويدرك العدو أنه هذه الهدنة هي تجربة لما هو قادم. هناك قصص كثيرة، لدينا أوراق كثيرة، ومن ضمنها قضية الأسرى والتبادل. إذا لم ينفذ على النحو الذي يرضي المقاومة ستكون الأمور مختلفة فيما هو قادم. حمدان أكد أن هدف المقاومة هو إنهاء العدوان والحصار والبدء بالإعمار وتبادل الأسرى، مشددا على أن أولويتها هي الشعب الفلسطيني. واستبعد حمدان الأسرى من الجنود لكونهم موضوعا خاصا في حد ذاته لاعتبارات عديدة. احنا موضوع الجنود أقفل عليه الباب من البدايات. موضوع الجنود هذا له حسابه وله معادلته، تتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال وتتعلق بأشياء أخرى أيضا. وبالتالي احنا بالنسبة لنا هذا موضوع الجنود أغفل عليه الباب. تكلمنا عن المحتجزين. الآن المحتجزين ربما يكون هناك آخرين، نحن لا نعرف أين هم. يحتاج الأمر إلى بحث، يحتاج الأمر إلى تقصي عن وجودهم. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين أن خضوع العدو لشروط المقاومة هو نتاج عوامل عديدة، بينها ضغط الرأي العام الدولي والصمود الفلسطيني بعدما كان يضع أهدافاً قالت المقاومة إنها غير قابلة للتحقق. قبل قليل كان المتحدث باسم الجيش الصهيوني يدعي بأنه ألحق ضربات مؤلمة بكتائب القسام ومراكز إيش هو يعني المقاومة جوا، لا في سكنات عسكرية، ليست جيشا نظاميا إلى آخره. وبالتالي هذا جعل العدو يعني يخضع بالتالي لأن لما قالت به المقاومة منذ اللحظة الأولى. نحن قلنا هؤلاء الأسرى لدينا في قبضة المقاومة، لن يستطيع هذا العدو أن يستعيدهم إلا بشروط المقاومة، وفي نهاية هذه العملية في عملية تبادل ستفضي في النهاية إلى تبييض السجون. أبو شاهين وجه تحية إلى اليمن مشيدا بدور صنعاء في مواجهة الاحتلال، واصفا احتجاز السفينة الإسرائيلية بالقرار الجريء الذي له ما له من تأثير، كما أشاد بدور المقاومة الإسلامية في لبنان. الإخوة في حزب الله الذين منذ بداية العدوان ويعني فتح الجبهة هنا في جنوب لبنان، وهناك كان مشاركة لنا نحن في حركة الجهاد الإخوة في القسام من خلال العمل الفدائي. صحيح. كان لنا عملية فدائية الإخوة في القسام، كان لهم يعني عمليات، كان لهم إطلاق صواريخ أيضا، ونحن في هذه المواجهة جنبا إلى جنب مع الإخوة في حزب الله الذين يخوضون اليوم يعني هذه المواجهات التي تشكل دعما حقيقيا بالنار للشعب الفلسطيني ولما يجري في غزة، وليس فقط في الخطابات. إلى الضفة الغربية حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس. قوات الاحتلال اقتحمت المخيم حيث تصدى لها الشبان واندلعت مواجهات. وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قليل جنوب نابلس وبلدة عزون في قلقيلية.
إلى لبنان، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية وقوة إسرائيلية أخرى في حرج حنيتة، إضافة إلى موقع الرهب الإسرائيلي، مؤكدة تحقيق إصابات فيها. كما استهدفت المقاومة مواقع البغدادي والعاصي والمنارة والمرج وتل الطيحة ورامية وثكنة ميتات، وحققت فيها إصابات مباشرة، إضافة إلى استهداف تجمعات لجنود الاحتلال مستخدمة صاروخ بركان في ثكنة زرعيت. الله أكبر. وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. نعت المقاومة الإسلامية في لبنان 5 من مجاهديها الذين ارتقوا من جراء قصف إسرائيلي على قرية بيت يحون جنوبي لبنان. هذا وواصل الاحتلال اعتداءاته في الجنوب اللبناني عبر سلسلة غارات طالت مناطق متعددة في القطاع الغربي. طائرات الاحتلال استهدفت أطراف بلدات الناقورة ومجد الزون وشيحين الحدودية، كما قصفت منطقة اللبونة بالقذائف الفسفورية. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني محمد رعد الذي كان نجله عباس أحد شهداء المقاومة الخمسة، أكد المضي في المسيرة الجهادية التي تقاوم الظلم والعدوان. نحن ثابتون على هذا الخط، ماضون في هذا السبيل، نرجو رضا الله ولقاء الأحباء من الأنبياء والأولياء، ونريد العزة والكرامة لشعبنا ولأمتنا في هذه الدنيا. مبارك للشهيد سراج، ومبارك لسيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله الذي علمنا كيف يكون آباء الشهداء، صابرين، محتسبين، أقوياء، ثابتين على هذا النهج الجهادي المقاوم. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران ترحب بهدنة إنسانية وبأي قرار تتخذه حركة حماس والمقاومة على نحو عام. وفي مقابلة مع الميادين حذر أمير عبداللهيان من أن عدم استمرار الهدنة واستمرار العدوان سيؤديان إلى اتساع نطاق الحرب. بالطبع حماس هي صاحبة القرار، ولكن منذ الساعات الأولى التي طرح فيها موضوع هدنة إنسانية فنحن تشاورنا مع أصدقائنا في قطر، ونحن نرحب بأي قرار تتخذه المقاومة ونحترم هذا القرار. وطبعا 47 يوما أظهرت أن الكيان الصهيوني لا يستطيع تحرير أسراه عبر الحرب. الحقيقة أن إسرائيل وأمريكا غير قادرتين على القضاء على حماس في غزة. نعتقد أن حرب إسرائيل وأمريكا على فلسطين سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب. لقد حذرنا منذ بداية العدوان من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة، واتساع الحرب أمر لا مفر منه. أمير عبداللهيان دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى تغيير مسارها تجاه إسرائيل قبل فوات الأوان، وإلا فإنها هي من سيدفع الثمن بدلا من تل أبيب، وقال إن هناك فرصة سياسية للابتعاد عن الحرب. أنا أود أن أقول قبل فوات الأوان يجب أن تغير أمريكا مسارها إزاء الجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة. أمريكا يجب أن لا تكتب لنفسها هذه الجرائم التي يرتكبها نتنياهو على حساب أمريكا. جزء مما حصل في 7 أكتوبر هو نتيجة تطرف شخص نتنياهو وحكومته، وبالتالي الأمريكيون سيدفعون عواقب ذلك. لكن هناك فرصة سياسية للابتعاد عن الحرب.
إذا كانت أمريكا تتطلع إلى عدم توسع الحرب فيجب عليها أن تحافظ على استقرار الوضع، لكن استمرارها في دعم الجرائم الصهيونية يحملها عواقب صعبة. وأكد عبد اللهيان أن حركة المقاومة في المنطقة هي التي تعمل على توفير سلاحها وهي تنتجه وتوفر كل ما تحتاج إليه، مضيفا أن هذه مسألة بسيطة جدا بالنسبة إلى المقاومة. بصراحة قال رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي إنه إذا استمرت الجرائم والمجازر الإسرائيلية فإن الدول الإسلامية يجب أن يزود المقاومة السلاح، ولكن المقاومة اليوم هي التي لديها إمكانات وأسلحتها التي تنتجها وتوفرها. السلطات الغربية في تقاريرهم يعلنون أن 30% من الأسلحة التي أرسلت إلى أوكرانيا في العامين الماضيين كانت في السوق السوداء وسوق تهريب السلاح، وبالتالي فإن مسألة توفير السلاح بالنسبة إلى حركات المقاومة هو عمل بسيط جدا. إلى ذلك تقدم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالتعازي إلى قناة الميادين وذوي شهدائها بارتقاء الزميلين فرح عمر وربيع معماري، وقال إن المراسلين والإعلاميين فضحوا جرائم الاحتلال طوال 46 يوما. أترحم على أرواح المراسلين والإعلاميين الذين أظهروا طوال 46 يوما من الحرب للعالم حقيقة جرائم الصهاينة في غزة والضفة، وأتقدم بأحر التعازي لذوي شهداء قناة الميادين النشطة. كذلك قدم وزير الثقافة والإرشاد الإيراني محمد مهدي إسماعيلي التعزية لقناة الميادين باستشهاد الزميلين فرح عمر وربيع المعماري بالنيابة عن جميع العاملين في المجال الإعلامي في إيران، مشيدا بدور شبكة الميادين في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي. الميادين درخشيت در عرصة المقاومات. أقدم التعازي نيابة عني وعن جميع العاملين في المجال الإعلامي في إيران لزملائنا في قناة الميادين ولعائلات الشهيدين، فنحن نعتبر أنفسنا شركاء في مصابهم العظيم. قناة الميادين تألقت في محور المقاومة ووقعت رسالتها بالدم عبر تقديمها الشهداء. نبارك لها هذه البطولة وهذا الوجود الفعال في محور المقاومة، ونأمل أن يكون هؤلاء الشهداء قدوة دائمة لجميع وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، ونرجو من الله أن نحتفل معا في المنطقة بمناسبة انهيار كيان الاحتلال الصهيوني. الميادين كانت قد ودعت ابنيها العزيزين الشهيد فرح عمر والشهيد ربيع معماري اللذين ارتقيا على طريق القدس بعدما صلي على جثمانيهما الطاهرين في مركز القناة، وذلك قبل أن يسجى جثمان الشهيد ربيع في روضة الشهيدين في ضاحية بيروت الجنوبية وجثمان فرح في مسقط رأس بلدة مشغرة في البقاع الغربي، فيما جرى تشييع الشهيد حسين عقيل الذي كان يرافق الزميلين في بلدة الجبين الجنوبية. هي الزيارة الأخيرة لفرع عمر إلى القناة التي أحبت. هنا في باحة الميادين كان الاستقبال بنثر الورود وبالزغاريد. على غير عادتها غادرت، فهي اليوم شهيدة كاملة الأوصاف. لا يصدق من يعرفها أنها ستغادر الميادين من دون موعد للعودة. هي مراسم الوداع، فموكب وتشييع الشهيدة التي كانت توزع الفرح والبسمة يمنة ويسرى في غرفة الأخبار وفي ميادين التغطيات. موكب العروس انطلق من بيروت إلى البقاع الغربي. هنا في بلدة مشغرة كان الأحبة في انتظارها، أبناء البلدة والمنطقة، زملاؤها في الميادين وزملاء الدراسة، الجميع حضروا لوداعها وفي اليوم الحزين كلام. لا ولن نفتقد فرح لأنه هي رح تضل بقلوبنا وبذاكرتنا كل خطوة بنخطيها بهذا المجال الإعلامي وأينما نكون على الجبهة بالساحات رح تضل هي مثل أعلى وقدوة إلنا. في استقبال نعش الشهيدة فرح كان الجميع حاضرا لوداع قصري كان بفعل نيران إسرائيلية غادرة وجبانة، ومن محبيها في يوم الوداع تحية إكبار وإجلال. ونحن الإعلام العربي أينما كنا
ونحن الأعلام في لبنان كلنا اليوم فرح، كلنا اليوم لبنان، كلنا اليوم مقاومة، كلنا على درب هذا الأعلام المحترف المهني والشجاع والمقاوم، كلنا من دون استثناء، كلنا جسم واحد. اليوم الميادين نتمنى أن آخر أحزاننا كصحفيين تكون مع فرح ورابية وحسين. أما كلمة الميادين فكانت على حجم آمال فرح. لا نودعك بل نزفك يا عروس الميادين التي روت بدمها أرض الجنوب على طريق القدس. ليس ذلك بغريب على هذه البلدة الكريمة، فأنتم أهل المقاومة وأنتم أهل فرح. الأب الصابر والثابت كرر وصيته لزملاء الابنة الشهيدة. هي أصرت أكثر من مرة، ويمكن بيعرف أستاذ غسان أنه بدها تروح على جنوب، لأنه هي هيدي عشقتها، عشقة جنوب، عشقة المقاومة، عشقة الشهداء. فبنتمنى عليكم أن تضلوا مستمرين وعلى زخم أكثر، وهيدا ما يوقف عند استشهاد من عند عصام عبد الله، لا ربيع لا فرح. بعدها حانت ساعة الفراق. نعش الشهيدة محمولا على أكف الأحبة جاب شوارع مشغرة التي افتقدت قمرها. فالبلدة غصت بالحشد المهيب الذي سار في وداع شهيدة الكلمة الحرة والصادقة. وقبل مواراتها الثرى كانت اللحظات الأكثر قصاوة، لترقد بعدها فرح بأمان إلى جوار الأحبة. انتظرها أهالي مشغرة فعادت شهيدة فرح عمر، شهيدة الكلمة الحرة، أبت إلا أن تودع مشغرة بشهادة تليق بها. عباس صباغ من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، الميادين. بالزغاريد والتصفيق انطلق موكب جثماني ربيع معماري وفرح عمر، لكن المهمة هذه المرة غير كل المهمات الصحفية، هي رحلة من عادوا من مهمتهم في الجنوب شهداء. أبو رامي وماريا هكذا كان يجيب عندما ينادى باسم ابنه البكر، هو ربيع معماري المصور الذي واكب تحرير الموصل والحرب في سوريا وألاف المهمات والمقابلات والبرامج والوثائقيات على مدى 10 سنوات، ليختمها بشهادة حولته من ناقل الخبر إلى الخبر بنفسه. موكب مهيب حمل صاحب القلب الطيب والعين الثاقبة إلى قلب ضحية بيروت الجنوبية، حيث أحياء الطفولة والشباب، إلى منزل ذويه لتستقبله جموع الأصدقاء والأقرباء بنثر الأرز، وتلقي والدته وزوجته نظرة الوداع الأخير، وليسرق أصدقاؤه لحظات أخيرة معه. باتجاه روضة الحوراء زينب تحرك الموكب، روضة اعتادتها كاميرا ربيع، فهو الذي كان منذ 10 أيام يصور مراسم تشييع شهيد مقاوم إليها، ليحمل اليوم نعشه على الأكف وسط الهتافات إلى مثواه الأخير. ربيع لو سمحت تخبر ماما كيف الوضع عنده. عدو وما في شيء. أصر على العودة إلى الجنوب حاملا الكاميرا، مؤمنا أن نقل الصورة مقاومة، ليختم مواجهته مع المحتل بالشهادة. هو ربيع معماري، الزميل والأب والزوج والصديق والمصور الشهيد. بلدة الجبين الجنوبية شيعت بدورها ابن الشهيد حسين عقيل الذي ارتقى أول من أمس مع الزميلين فرح وربيع. عقيل استشهد من جراء الغارة الإسرائيلية، ودعته بلدته بمأتم شعبي انطلق من أمام منزله في مدينة صور الجنوبية إلى مثواه الأخير في جبانة البلدة. هذا فيما يستطلع الجيش اللبناني مكان استشهاد الزملاء.
من جهتها تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه فريق الميادين على نحو متعمد، ما أدى إلى استشهاد الزملاء فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيلة. وتضمن نص الشكوى إثبات أن الجريمة حدثت على مسافة بعيدة من الخط الأزرق، وأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي بكل متفرعاته، وهي خرق لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، واعتداء على مدنيين وصحفيين يؤدون رسالتهم الإعلامية السامية وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا. ووفقا للشكوى، فإن لبنان يحمل مجلس الأمن مسؤوليته لإدانة إسرائيل نتيجة لارتكابها هذه الجريمة التي تضاف إلى جريمتين سابقتين باستهداف الصحفيين في جنوب لبنان، وذلك للحؤول دون بقاء جرائمها معفاة من المساءلة الدولية والعقاب الرادع. خرق إسرائيلي دائم للقوانين الدولية ولا رادع لعدوانها على الإعلام. سياسة الاحتلال ممنهجة لضرب الصحفيين والمصورين لإخفاء صورتهم وكلمتهم، وتاليا للتستر على الجرائم المرتكبة ضد الأبرياء في كل مكان. ربيع الميادين أزهر فرحا. دماء الشهداء الصحفيين امتزجت بدماء أبرياء فلسطين. يجمع كثيرون على أن إسرائيل تريد إسكات صوت الحقيقة وتغطية عدوانها في كل مكان، من غزة الصامدة إلى الضفة فجنوب لبنان. ما يقارب 65 شهيدا من الحقل الإعلامي ارتقوا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر، عدد مرشح للارتفاع في ظل عدم وجود أي رادع لهمجية جيش الاحتلال. مراسلون ومصورون ارتقوا شهداء. مقار مؤسسات كثيرة سويت بالأرض أو دمرت جزئيا، والعالم يلتزم الصمت أو غض الطرف عن الجرائم ضد الصحافة ورواد الكلمة والصورة. في أيام العدوان الأولى ارتقى مصور وكالة رويترز عصام عبد الله في جنوب لبنان، إلى جانب إصابة عدد من زملائه من مؤسسات دولية مختلفة. وتكرر العدوان ثانية عندما جرى استهداف مجموعة صحفيين، وثالثة كان للميادين حصتها من الشهادة بارتقاء فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل شهداء على طريق القدس، عبر استهدافهم على نحو متعمد ومباشر وعن سابق إصرار وترصد، فيما يواصل الاحتلال ترهيبه الإعلام في غزة والضفة. كلمة فرح وعدسة ربيع وروحهما صفعة قاسية على وجه القاتل الذي لا يقيم لقواعد حماية الصحفيين وزنا، فيما تبقى مواثيق الهيئات والمنظمات الصحفية الدولية حبرا على ورق. الهدف غير المعلن لهذه الاعتداءات على الصحفيين في لبنان وفلسطين المحتلة هو التخلص من الشهود الذين ساهموا في نقل الصورة الحقيقية، وعدم تعريض الاحتلال لأي مساءلة أو ملاحقة قانونية. أحمد محي الدين، الميادين. في اليمن أصدرت القوات المسلحة بيانا أعلنت فيه إطلاق القوات الصاروخية دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. البيان أكد أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط سفينة يو اس اس توماس هودنر الأمريكية عدة طائرات بدون طيار انطلقت من اليمن. القيادة المركزية وفي منشور لها عبر منصة إكس أشارت إلى أنه تم إسقاط الطائرات بدون طيار، بينما كانت السفينة الحربية الأمريكية تقوم بدورية في البحر الأحمر. وكانت القوات البحرية اليمنية قد أكدت أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد سفن العدو الإسرائيلي ومصالحه حتى يتوقف عدوانه على غزة ويكف عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. خلال زيارة لقادة القوات البحرية اليمنية وألوية الدفاع الساحلي في حكومة صنعاء للسفينة الإسرائيلية جالاكس ليدر المحتجزة لدى القوات المسلحة اليمنية، حذر قائد القوات البحرية اليمنية العميد محمد عبد النبي كافة الشركات والتجار من شحن بضائعهم مع السفن الإسرائيلية أو التعامل معها. كذلك حذر كل السفن العابرة في البحر الأحمر من أن لا تبحر بالقرب من السفن الإسرائيلية، وطلبت عدم إطفاء أجهزة التعارف، مشددة على أن أي قطعة عسكرية تحمي السفن الإسرائيلية ستكون هدفا مشروعا لعملياتها.
كل الكيان الصهيوني ان باب المندب خط احمر ولا يمكن ان نقف مقذوفي الايدين. اي سفينه بحريه مدنيه او عسكريه تعتبر عندنا يعني هدف مشروع. ونحذر ايضا المتحالفين مع العدو الصهيوني والذين يؤمنوا له المرور في باب المندب انه ايضا يعتبر هدف مشروع، وسنبقى على اتم الاستعداد وسننفذ المهام القتاليه حتى يكف الكيان الصهيوني عن هجماته على غزه. إلى العراق، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية أنها استهدفت قوات الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل شمال العراق بطائرة مسيرة أصابت هدفها على نحو مباشر. جاء ذلك بعد تصعيد أمني عبر هجوم أمريكي بالمسيرات على مقر للحشد الشعبي في جرف النصر بمحافظة بابل وسط العراق، أدى إلى استشهاد 8 من عناصره. صلاح الخزاعي والتفاصيل. تصعيد أربك المشهد الأمني والسياسي في العراق، هجوم للقوات الأمريكية عبر الطيران المسير استهدف مقرا للحشد الشعبي في جرف النصر أدى إلى استشهاد 8 من عناصره. القوات الأمريكية واضحة بأنها تقف مع الصهاينة، تقف مع الكيان المغتصب، تقف مع كل غادر، هي غادرة، هي خائنة، عرفناها منذ تاريخها الأول بتعاملها مع الشعوب، مع المجتمعات، هي لا تعرف إلا الجريمة، إلا الغدر، الخيانة. وأنا أقول حقيقة للقوات الأمريكية لا مكان لكم في العراق. الحكومة العراقية دانت الهجوم ورأته تصعيدا خطرا في تجاوز مرفوض للسيادة العراقية، وأكدت التزامها تحت كل الظروف بصيانتها وحفظها والدفاع عنها وفقا للواجبات الدستورية والقانونية. هذه الدماء التي تراق بين الحينة والآخر على أرض الشهادة، أرض الأنبياء، أرض العراق، ما هي إلا قاموس قد يخط فيه التاريخ بأن هنالك مقاومون شهداء أعطوا ما أعطوا وأعاروا الجماجم لله في قضية اسمها وطن ودين. رئيس تحالف نبني هادي العامري أكد أن الهجوم انتهاك صارخ للسيادة الوطنية واعتداء آثم على كرامة العراقيين، في وقت أكدت فيه كتائب حزب الله أن الجريمة لن تمر من دون عقاب، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الأهداف إذا ما استمر العدو بنهجه الإجرامي بحسب وصف بيانها. صفحة مواجهة دامية تسببت بها القوات الأمريكية في القواعد العسكرية بالعراق تؤكد بحسب مراقبين ما تقوله المقاومة من أن هذه القوات قتالية لا استشارية. صلاح الخزاعي، بغداد، الميادين. قطع مندوب الصين لدى الأمم المتحدة جانغ جون الذي يرأس مجلس الأمن حاليا مندوب إسرائيل بعد تماديه في مهاجمة الأمم المتحدة وكبار مسؤوليها مواجهة إهانات جارحة لهم بسبب عدم تبني الروايات الإسرائيلية. مضى قرابة 50 يوما على ارتكاب حماس لتلك الفظائع، لكن العالم لا يزال منتظرا إدانة علنية من منظمة نساء الأمم المتحدة لجرائم حماس الجنسية. عار عليكن يا نساء الأمم المتحدة، عار عليكن، عار عليكن أن يكون على موقعكن. يا ممثل إسرائيل الموقر، أود لفت انتباهكم بلطف إلى أنكم تستطيعون عرض آرائكم المختلفة في بيانكم، لكن عند مخاطبة المسؤولين الذين قدموا إحاطاتهم في هذا الاجتماع أرجو مراعاة الحد الأدنى من الاحترام. هذا قانون متبع يتعين على الجميع احترامه. قضية حرية التعبير تعود إلى الواجهة في أوروبا والولايات المتحدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة. تبتز دول أوروبية وولايات أمريكية المواطنين المناصرين لفلسطين. العدوان على غزة أسقط الادعاءات الغربية بشأن حقوق الإنسان. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر تزداد الانتهاكات بحق حرية التعبير في دول أوروبية وولايات أمريكية، من الابتزاز إلى التضييق على المواطنين وغيرها من الممارسات.
كلها أشكال وأساليب استخدمها الغرب للنيل من مناصري القضية الفلسطينية، لكنه فشل في فرملة حالة التغيير الجذري في الرأي العام العالمي إزاء الصراع العربي الإسرائيلي. في هذا المشهد تظهر عنصرية مسؤول أمريكي كان يعمل مستشاراً في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بعدما هاجم عاملاً مصرياً واتهمه بالإرهاب، فيما المسؤول الأمريكي لم يكتفي من تصفية إسرائيل لأكثر من 4000 طفل فلسطيني. هنا تعرض الصحفي الفرنسي من أصول جزائرية محمد قاسي للتوبيخ من إدارة فضائية تيفي 5 الحكومية التي يعمل فيها بسبب إحراجه متحدثا باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف مستشفيات غزة، خطوة تطرح علامات استفهام كثيرة عن حرية الصحافة في أوروبا. في الولايات المتحدة لم يكن حق التعبير عن الرأي أحسن حالاً. وكالة United Talent Agency تطرد الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون على خلفية تضامنها مع الفلسطينيين، بينما ينشر موقع ديكلاسيفايد البريطاني تحليلاً عن كيفية تجريد وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية الفلسطينيين من إنسانيتهم واختزالهم إلى أرقام. في المقابل تغطي إسرائيل بطرق تعكس أولويات حكوماتها. أما من قلب البرلمان الأوروبي فتتهم النائبة كلير ديلي إسرائيل بالكذب والتشويه الفاحش، وتطلب عدم تصديق أنها لا ترتكب إبادة جماعية في غزة. محمد عز الدين، الميادين. وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل والتقارير يمكنكم دائما زيارة صفحات الميادين على الإنترنت باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والإسبانية. نلقاكم على خير.